في مجموعة من الباحثين في جامعة كوينزلاند باستراليا اكتشفوا ان في نوع من العقارب بيسمى عناكب الشبكة القمعية الاسترالية. ده اخطر انواع العناكب، السم بتاعها مميت، لكن المفارقة هنا ان السم المميت ده يمكن استخدامه في علاجات منقذة لحياة العديد من البشر، خصوصا في علاج النوبات القلبية اللي بتعد من اكثر الامراض اللي بتسبب الوفاة حول العالم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر. دكتورة أماني، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم جميعا، أهلا وسهلا. أهلا بيك. حقيقة استخدام سم عقارب الشبكة القمعية الأسترالية في إنقاذ البشر وعلاج النوبات القلبية، وهو أصلا اسم العناكب صعب وتقيل ومختلف، احنا مش متعودين على الأسامي دي، احنا متعودين عن كبوت عادي كده وخلاص. هو العناكب مجموعات كتيرة، يعني على الأقل 30 فصيلة بتخرج سموم، ولكن دي مش أول مرة الإنسان يقدر يستخدم السم ويطلع منه علاج. ففي أدوية مشهورة لعلاج الضغط العالي من الثعابين، وبعض الأدوية لعلاج الأمراض المناعية من سم العقارب. فسبحان الله العناكب أو العنكبوت لم يذكر في القرآن صدفة أن تكون سورة باسمه، ولكن عشان نتدبر فيه، وفعلا بالتدبر اتوجد أن السم العناكب بيتكون من بعض البروتينات المعقدة اللي تم فصلها وتحليلها، ووجدوا أن بعض مشتقاتها فعلا بتفيد في علاج أمراض القلب، وبتمنع السكتة القلبية. مشكلة السكتة القلبية ضيق الوقت المتاح للمعالج انه يلحق المريض، فالسم ده عنده النفاذيه انه يوصل فعلا لعضله القلب ويوقف الاشارات اللي بتوصل للقلب نتيجه قله الاكسجين، وطبعا زادت حموضه الدم، فبيقف زي العسكري كده ما بين الخلايا القلب وما بين البي اتش او الوسط الحامض اللي اتكون نتيجه نقص الاكسجين، فبيدي فرصه للطبيب انه يتدخل. ودلوقتي التوصيات ان يبدا يكون السم ده موجود في صوره علاج مع المسعفين اصلا كمان في سيارات الاسعاف لسرعه يعني اسعاف المرضى. الموضوع ممكن ياخد وقت يا فندم، فكره ان احنا نحول هذا السم مثلا الى علاج ويكون موجودين في سيارات الاسعاف زي ما حضرتك بتقول؟ لا، الثوره التكنولوجيه والبيوتكنولوجي دلوقتي يعني طوى الزمن في اكتشافات علاجيه كتير جدا. وعايزه اقول ان في فريق موازي للفريق اللي بيشتغل في استراليا بيشتغل على نفس النوع العناكب اللي هي الشبكه القمعيه الاستراليه ده، ووجدوا انه ممكن في انزيم تاني بيفرز في السم بيشتغل كمان على السكته الدماغيه وبيقلل الاثار اللي بتنتج عنها وفقدان الانسان للحياه. فيعني الخبر المبشر ان مجموعات كثيره من الباحثين بتشتغل على السموم اللي طالعه كمان بعض المحاريات ومن بعض الجيلي فيش والاخطبوط. يعني هل نقدر نقول ده توجه مثلا في الابحاث العالميه بان احنا ندور على كل مثلا الحشرات او الكائنات البحريه اللي فيها سموم، ومعروف ان فيها سموم، ان احنا نستخرج هذه الماده ونشوف مدى فعاليتها او مدى امكانيه ان هي تعالج بعض الامراض؟ دي حقيقة. يعني أصبحت دلوقتي في ثورة في العلم والطب يعني اكتشاف الدواء للعودة إلى الطبيعة، ووجدوا إن الطريقة اللي بيموت بيها السم الضحية بتاعته، لو أنا اديت جرعة مخففة منه زائد إن أنا خدت بعض المشتقات منه، يعني قسمته بعض المشتقات دي، ممكن هتسبب أعراض تفيد الانسان زي سيوله الدم. ما هو سم التعبان جزء من سبب الوفاه سيوله الدم، لكن لو انا خدت الجزء اللي بيسبب سيوله الدم وخدت جزء بسيط جدا منه اقدر استخدمه في التداوي. ونفس الشيء هنا، الشيء اللي كان بيوقف القلب من سن العنكبوت انا خدت جزء بسيط جدا منه استخدمته في انه هو يعمل زي شبوره على الاشارات اللي جايه من حموضه الدم ويسبب السكته القلبيه، او نفس الشيء مع السكته الدماغيه. طيب يعني احنا عارفين انه ما فيش دواء بيمنع موت الخلايا، يعني دواء معتمد سريريا، يعني نقدر بقى نقول ان احنا باستخدام سم العنكبوت
الى ان يتم استخلاصه ايه نتحرك ونبقى سايبين العناكب تتحرك حوالينا بمنتهى السهوله فعلا والله بلا مبالغه يعني؟ لا، هو التعرض لسم العنكبوت للقرصه الطبيعيه لسم العنكبوت ما زالت قاتله، مش هتتغير العلاقه بين الانسان والعنكبوت. يعني هيتم استخلاص الموضوع ده ومعالجته كيميائيا ويتم بقى التعامل معاه. بالظبط بالظبط، احنا في قدامنا يعني العلم بيقول لنا ان في قدامنا اكثر من 100,000 نوع من الكائنات السامه، والشغل دلوقتي عليها في مراكز بحثية كثيرة جدا، لأن أحد أهداف التنمية المستدامة إطالة عمر البشر. طبعا يعني ده يعني سبحان الله يعني الكل عدد للكتاب، ولكن على الأقل الإنسان اللي ممكن يتعرض لشيء ونقدر ننقذه العلم بيحاول أنه هو ينقذه، وده شفناه في أمراض كثيرة. يعني حتى مرضى السكر من أشهر أدوية مرضى السكر جاي من سم من أحد القواقع البحرية أو المحاريات الموجودة في البحار. أكيد، كل الشكر ليك يا دكتورة أماني الشريف عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا لحضرتك.